كاسبرزاك، كل دي اسماء. لكن السنغال في طريقها للهدف الاول عن طريق اللاعب جانا. جانا الخبر في هذه اللقطه، اخيرا يظهر ماني وينطلق جانا القادمون من الخلف، ويسجل جانا اول اهداف اللقاء هنا عن طريق امامنا. جانا جايا لاعب نادي ايفرتون ويسجل الاهداف يعني المهمه. ثالث هدف كان في مباراه السودان في التصفيات، وسجل في مرمى نيجيريا في اللقاء الودي، وسجل في مرمى غينيا الاستوائيه. يسجل هنا اول هدف لي.